الخير بنات، مساء النور، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ومرحبا بكم في القناه ديالي البسيطه والمتواضعه. اليوم ان شاء الله غنصايبوا ان فون دو تان 100% ناتوريل، مكونات اللي بسيطه جدا موجوده في جميع البيوت. اي بيان سور هاد الفون دو تان اللي غنصايبوا جامي درنا، بالعكس كل ما استعملنا كل ما مزيان، حيت فيه مكونات مفيده جدا للبشره ديالنا. لي فون دو تان لي كيميك اللي كنشريوهم من المحلات، كيكو سوا غالي رخيص ماركه ماشي ماركه، انا ديجا هضرت على هادشي، كاملين كيخرجوا على البشره ديالنا. كاينه بزاف الناس اللي مبليين بهاد الفون دو تان، فيما كانت خارجه تعمل فون دو تان في الصباح، تخرج به في الشمس، تستعملوه بالليل مبليه. صراحه انا من هاد المنبر هذا كنصحها تبعد على الفون دو تان، حيت البشره ديالها اكيد في مده قصيره غادي تخرج على البشره ديالها، غادي تكونوا لبزاد المشاكل، بقع، الارتخاء البشره، المسام غادي يوسعوا بزاف بزاف المشاكل. وكنصحها بيان سور بهذا الفون دو تان، الا بغات تستعملوا كل نهار كل صباح كل ليل ما كاين حتى شي مشكل. المواد هاد المواد دائما كنخدموا بها، كلشي عارف باللي هي صحيه والفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. المكونات اللي غادي نستعملوهم باش نصايبو هاد الفون دو تان، غادي نحتاجو اون كريم هيدراتونت، كيلكو سوا الكريم اللي عندنا في الدار، كنفضل انها تكون كريمه ديال نيفيا، ولكن انا ما عنديش نيفيا، غادي نستعمل هاد الكريمه، هادي كريمه مرطبه اللي كانت. غادي نحتاجو كذلك شويه ديال الكركم، شويه ديال القرفه، شويه ماشي بزاف، الكاكاو، كاكاو مر، ونشا، نشا او المايزينا اللي عندنا. نبداو على بركه الله، غادي ناخذوا 3 معالق كبار ديال هذاك لا كريم هيدراتونت اللي عندنا، غادي نزيدوا عليها اولا نشا، غادي نحتاجوا غير نص معلقه صغيره ديال النشا، نص معلقه صغيره بحال هيدا. غادي نزيدوا واحد راس المعلقه، واحد شويه قد هيدا ديال الخرقوم البلدي، كذلك واحد شويه ديال القرفه. المزايا القرفه عديده ومتنوعه، مزيانه بزاف البشرة، كتحيد الحبوب، كتنشط الدوره الدمويه، وغادي تعطينا واحد اللون اللي هو وردي للبشره ديالنا، غادي تنورنا الوجه ديالنا، مزيانه بزاف لهاد الفون دو تان هذا. ولكن الناس اللي عندهم حساسيه من القرفه ما يستعملوهاش، يعوضوها بالكاكاو. ها نتوما هاد شويه ديال القرفه غادي ننقص، واحد معلقه نص معلقه صغيره ديال ما عمراش بزاف قد هيدا، نص معلقه صغيره ديال الكاكاو. بيان سور حنا مي غادي نحركو على حسب لو طان ديالنا. بالنسبه للناس اللي مثلا سومر بزاف وغادي عندهم زعما سومر بزاف البشره ديالهم، هذيك الساعه مي غادي يحركوا هاد المكونات، غادي يشوفوا لو طان ديالهم، لو طان واش هادشي هذا كيتوافق مع لو طان ديالهم. سينو كنزيدوا شويه ديال القرفه وشويه ديال الكاكاو وشويه ديال الخرقوم، هذاك الشيء بالتدريج، ما نديروش بزاف ما تكثروش. غادي نحركوا هاد المكونات، من بعد ما حركنا ديك المكونات كامله، ها هو الفون دو تان ديالنا واجد، انا حولته لهاد القريعه هادي. النصيحه اللي غادي ننصحكم هو انكم تردوا البال من الكاكاو، ما تضيفوش ما تعملوش الكاكاو بزاف، عينكم ميزانكم، عملوا غير نص معلقه صغيره ما كاملاش، وانتم غاديين على حساب لو تان ديالكم. غادي نجرب واحد شويه على يدي باش تشوفوا الفرق. هانتوما البنات، كاين واحد الفرق كبير، عطانا هذيك ليكلا اللي كنقلبوا عليه، ولا داك لو طان اللي كنقلبوا عليه، كيعطينا حتى لا بريونس.
هذه هي الفكره ديال اليوم البنات، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا بالتعاليق. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره اشتركوا في القناه باش يوصلهم ديما الجديد ديالي، وراني ديما كنخلي لا تراديكسيون ديال الوصفه باللغه الفرنسيه والانجليزيه باش الناس كامله تفهم. ولعجبكم الفيديو خليوا لي لايك، ولجربتوه ردوا عليا في التعاليق، كتفرحني ديما التعاليق ديالكم. وخليتكم البنات الف خير، تهلاو فراسكم، باي باي.